داعش عسكري يسيطر، قوات الأمنية، القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنيين يحددون ويقدرون عدد مقاتلي داعش في العراق بحدود 750 شخص، 200 إلى 250 مقاتل والباقي لوجستي. فما أعتقد إحنا الآن لازلنا في الحاجة إلى دور التحالف الدولي لمقاتلة داعش، هذا أعتقد يجب أن ينتهي. تثق بحركة ورؤية السيد السوداني لحسم هذا الموضوع الآن؟ والله هو على هذا الأساس، يعني ليس سرا منذ فترة طويلة لم يشهدها تاريخ العراق السياسي، هناك استقرار أمني وعسكري وهناك حالة ثقة، أهم شيء هذا حالة ثقة. قصدي حالة الاستقرار الأمني والعسكري بمعنى أنه القواعد العسكرية الأمريكية منذ فترة أكثر من سنة لم تشهد هجوما، هذا بسبب أن هناك التزام بإيقاف العمليات العسكرية من أجل تشكيل حكومة، ومن ثم يقوم رئيس الوزراء بتفاوض حقيقي، وأنا أكد على تفاوض حقيقي. يعني معنى ذلك شيخ السابق بالمعنى الصريح مصطفى الكاظم لم يكن تفاوض حقيقي؟ أنا ما أعتقد كان أكو شيء حقيقي بكل كل العملية ما شاء كل الوضع السابق كان أكثر دعائي إعلامي فلاني. نعم. مو فقط هذا الوضع. نعم. بشكل عام ما كان أكو شيء حقيقي. نعم. الشيء الحقيقي اللي كان موجود هو الفساد. الفساد هذا صحيح. نرجع للفساد نرجع له. شيخنا شو شوف حركة السفيرة طبيعية؟ وأنا أعتقد أكثر من طبيعي. أكثر من طبيعي. أي بلي. يعني أنا تقديري إن الولايات المتحدة الأمريكية هي في طور منذ فترة مو الآن عذرا. يعني الأولويات عند الإدارة الأمريكية تغيرت. الصين روسيا العراق الآن ليس من الأولويات. السفيرة الأمريكية الآن تقوم بنشاط أنا أعتقد أكثر من الدور اللي موجود للعراق داخل السياسة الأمريكية. قد يكون أنه فد نشاط معين، قدرة معينة عند السفيرة الأمريكية، فهي تقوم بدور أنا باعتقادي أكثر من الدور المطلوب أصلاً. يعني هذا تقصد أنه هذا الدور عنده لياقة زايدة، هذا ما محسوب له ما موجهه. شيخنا فيما يخص طبعاً إحنا عندنا ملاحظة هنا حتى ما يفوتنا. نعم. أنه يفترض أن تلتزم السفيرة الأمريكية بالسياقات الدبلوماسية الداخلية. داخلية. يعني هيك حركة ما مقبولة. أنا أعتقد لو كان في السفير آخر من دول الجوار لكانت القصة أخذت فد منحة ثانية. ما دقت باكم لحد الآن؟ إحنا بابنا من هالناحية ما دام الوجود العسكري القتالي موجود هو مزدود. مزدود. أوكي. وهي هم الظاهر عاد هاي الرسالة فما مجار بحظها. شيخنا الوضع الدولي الآن اختلف. اليوم الحرب الروسية الأوكرانية غيرت المعالم. اليوم التنين الصيني هو الذي يقود الصراع، وحتى روسيا اليوم هذا واقعا أنه هي رأس رمح بيد الصين، والحرب في ما يجري في أوكرانيا هو حرب صينية أمريكية. واليوم الصين وصلت إلى الخليج وتدخلت في حسم الصراعات ما بين السعودية وإيران. لذلك هذا الشيء يدفعني إلى سؤال. أنا أتابع الإعلام الدولي، أرى أنه النظرة الدولية لعصائب أهل الحق اليوم مختلفة عن السابق، هي نظرة قريبة من الإيجابية، نظرة هادئة، ليس كما كان في السابق أنه نظرة تشيطن الحركة دائما. بماذا تفسر هذا؟ هل أنه هو الوضع الدولي أم حراككم الداخلي أم هناك شيء في الكواليس؟ ويارات إذا عندك شيء بالكواليس انجدنا به لأن هذا ما نقدر نوصله. يعني توجد قراءة محترمة ونحن مع هذه القراءة بأنه الدور الصيني في تضاعم، عفوا الدور الصيني في تعاظم، الدور الصيني في تعاظم والدور الأمريكي في تراجع، وهذا راح يلقي بظلاله على مجمل منطقة الشرق الأوسط، وهناك دول تمتلك من الاستقرار الداخلي والقدرة على اتخاذ القرار السيادي تقدمت خطوات في هذا الاتجاه وكانت محسوبة سابقا على أنها حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة السعودية. نعم. أعتقد يفترض بالعراق أن يأخذ هذا الدور ويكون سباق لحسابات جيوسياسية لعلاقة بوضع العراق، ينوع علاقاته، لكن قد يكون العراق غير مؤهل الآن من ناحية الوضع الداخلي. ممكن إذا تقدم العراق باتجاه هكذا خطوة ممكن أن يتم زعزعة الاستقرار الداخلي كما حصل في تظاهرات تشرين، ولكن أعتقد على الأقل أن العراق يجب أن يوازن فيما بين علاقاته
ومصالحه مع الولايات المتحده الامريكيه ومع الصين وروسيا. يعني هنا توقفني وانت سحبتني الى مساحه تشرين شيخنا. انا ارى انه العلاقه الان اختلفت مع الجمهور. هناك الان جسور ما بين الطبقه السياسيه وما بين الجمهور، الفجوه تقريبا ردمت تماما، لانه اليوم تعيينات تجاوزت 700,000 تعيين. اليوم الحماية الاجتماعية، اليوم الموازنة فيها مشاريع خدمية، بالتالي هذه ألا تمنح الحكومة ثقة بأنه تبادر بمواقف سياسية خارجية انطلاقا من أسس داخلية ثابتة؟ تقديري لا. بالنسبة للوضع الداخلي لم يشهد يعني الآن مرحلة الوصول، يعني الوصول إلى مرحلة الاستقرار. الخطوات اللي تقوم بها الحكومة، رئيس الحكومة، خطوات جادة مهمة وواضح أنها صادقة. صادقة. وبدأت النقطة الأساسية والهدف الأساسي من تشكيل حكومة الأخ السوداني هي إعادة ثقة الناس بالعملية السياسية، بالدولة، بالحكومة. هناك خطوات وهناك بوادر وهناك حالة تفاؤل وتفاعل إيجابي، لكن إلى الآن بتقديري لم تصل إلى مرحلة تحقيق النتيجة. المسار الاستراتيجي الخارجي من يرسمه؟ السيد السوداني أم ائتلاف إدارة الدولة؟ من البداية كان هناك ورقة مقدمة من قبل السيد رئيس الوزراء لتنظيم هذه العلاقة فيما بين رئيس الوزراء وبين والكتلة الأكبر. الكتلة الأكبر النيابية. كما تعلمون أن نظامنا البرلماني أنه رئيس الكتلة الأكثر عدداً هي التي تختار رئيس الوزراء، وبالتالي قرار الدولة يجب أن يكون مشتركاً فيما بين رئيس السلطة التنفيذية وفيما بين الكتلة الأكثر عدداً التي اختارت رئيس الوزراء. شيخنا، كم تعطي للسوداني من 100 نسبة مئوية؟ كم تعطي له مقارنة بالبرنامج الذي طرحه وبالورقة التي قدمها لائتلاف إدارة الدولة وعلى أساسها تم تكليفه برئاسة الحكومة الآن بعد مضي هذه الأشهر على حكومته؟ بصراحة ما أعطي نسبة محددة، لكن أقول بشكل واضح، تقدير جيد، جيد جدا. أقول بشكل واضح، أنا عندي يعني اعتقاد إيمان بأنه الأخ السوداني صادق وجاد في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. نسبة التطبيق تعتمد على يعني ظروف سياسية، إشكالات ممكن تصير، أولويات ممكن تطرح في وقت معين، لكن المهم هو وجود المصداقية والجدية في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وأعتقد الجميع يشهد بهذه المسألة. عواطفك وياه. يقال أنه الشيخ قيس الخزعلي هو الأقرب وهو المظلة السياسية للسيد السوداني. عواطف، مشروع مشترك؟ قضية مو قضية عواطف. أنا بيني وبين الأخ السوداني قبل ما تصير يعني قضية التحالف الثلاثي والنتائج الانتخابات الأخيرة لم تكن هناك علاقة أصلاً، يعني ماكو علاقة سابقة حتى القضية تحول إلى قضية عاطفية أو قضية شخصية، إنما كانت تحديات مرحلة ومن ثم اتخاذ قرار، ما أريد أقول قرار مفصلي تاريخي في كيفية تشكيل الحكومة ومن يكون رئيس الوزراء. كما هو معلوم انه الاخ السوداني هو اختيار حكومه، هو اختيار الاطار، وهو نفسه قال انه انا رئيس وزراء حكومه الاطار. الاطار هذا هو صراحه يعني هذا ما. والحمد لله احنا الان مو في مجال ان ننكر. انا ولست الوحيد. كان لي دور في تبني ودعم ترشيح الاخ السوداني في منصب رئيس وزراء، والحمد لله الان هاي المساله مو الان يبتعد الانسان يبتعد عنها. ولكن لا توجد علاقات شخصية في البين، حتى أنا واحد من العراقيين عندي أمل أنه يصل العراق إلى مرحلة التعافي وتصل الدولة العراقية إلى مرحلة الدولة الناجحة وتتجاوز مرحلة الدولة الفاشلة. شيخنا، هذه الدولة الناجحة التي تتحدث عنها ممكن ترسم لنا ملامحها؟ كيف تكون هذه الدولة؟ أين يكون السلاح؟ أين يكون الموقف السياسي؟ أين تكون التحالفات الخارجية، غربية أم شرقية؟ ممكن توجز لنا إياها؟ لأن صراحة نحن متعطشون لهذه الرؤية، هذه الدولة كيف تكون؟ نعم. طبعاً عندما نقول دولة لا نقصد حكومة فقط كما هو واضح. دولة، نعم. جزء من الدولة هو نجاح الحكومة في تقديم الخدمات، محاربة الفساد،
وبالتالي عودة ثقة المواطن. وأنا أعتقد التحدي الأول الآن الموجود هو التحدي الاقتصادي. التحدي الأمني أنا أعتقد إحنا جاوزنا هذا الموضوع منذ فترة. الوضع السياسي الآن جدا هادئ ويبشر بخير ويوفر أرضية مناسبة جدا لنجاح. التحدي الاقتصادي هو الأول الموجود. فيما يخص المؤسسة التشريعية مطلوب كذلك أن تكون على مستوى هذه المرحلة وتقوم بتشريع القوانين المطلوبة أو القوانين الأهم، ومن أهمها مجلس الاتحاد، من أهمها قانون النفط والغاز، من أهمها المحكمة الاتحادية وقوانين أخرى. طيب شيخنا، أنتم في اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة الذي يشمل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لماذا كل ما يشاع أنه نوقشت موضوعة الموازنة، نوقشت موضوعة التعيينات، ولا يتم الحديث عن نقاش حول تفعيل دور مجلس النواب، حول إدامة طرح القوانين، حول حل حالة الخلافات داخل مجلس النواب؟ شنو يعني المساحة محرمة وهذه المساحة محللة؟ شنو يعني؟ والله هذا إشكال، أنا أنقل من عندك إلى ائتلاف إدارة الدولة. يعني ما ناقشنا تمام. يعني الآن الأولويات متوجهة باتجاه الحكومة وتقديم الخدمات. طيب. ولكن أعتقد هذا الكلام اللي تقوله صحيح تماماً ويجب أنه يؤخذ بنظر الاعتبار. بس أسجلها إلي مو لكم. أسجلها لك. شيخنا فيما يخص الموازنة أين وصلت؟ يعني مراحل الختامية، مراحل الأخيرة. أنا أقول بشكل واضح الآن لا توجد مشاكل أو ملاحظات سياسية في الموازنة، كان في البداية موجود. الآن اللي موجود ملاحظات فنية لعلاقة يعني ببعض الجداول الصرف اللي موجودة وحسابات المبالغ المخصصة إلى الوزارات قياس المحافظات ومسائل من هذا القبيل. هذه يمكن تحتاج وقت معين، لكن أقول في مراحل النهائية. العلاقة مع الإقليم والجمارك والمنافذ من أهم الإشكالات الفنية الموجودة، ولجت تجاوزنا المرحلة السياسية والإشكالات على الأقل كمركز. نعم. وأتمنى الإقليم كذلك تجاوز مرحلة الإشكالات السياسية، لكن هناك إشكالات حقيقية موجودة في الموازنة من وجهة نظر، من وجهة نظر تشريعية، من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب. بعض المواد اللي مكتوبة بالمسودة التي جاءت من قبل الحكومة فيها مخالفة لقوانين مشرعة من تحت قانون الإدارة المالية، ومن أهمها طبعاً موضوع أن يكون هناك حساب خاص للإقليم توضع فيه واردات النفط. هذه بي مشكلة قانونية. أقول إحنا جاوزنا الآن مشاكل سياسية، النفس إيجابي طيب، لكن يفترض أن يكون هذا من الجميع ليس فقط من بغداد وإنما مطلوب من أربيل كذلك. طيب في اجتماعاتكم في ائتلاف إدارة الدولة كيف ترى الصوت الكردي، واحد أم قريب من الانشطار في مواقف الموازنة وغيرها؟ بمعنى صريح السليمانية وأربيل، هل صوتهم واحد أم هناك؟ كيف ترى الوضع؟ لا يوجد كما معلوم، لا يوجد صوت كردي واحد، ولا موجود صوت سني واحد، موجود صوت شيعي واحد الآن بسبب أن الصوت الثاني قرار السكوت. نعم صوت شيعي واحد موجود، أكو اختلافات تفصيلية بس بشكل عام هو موقف واحد. فتوجد وجهات نظر، يعني هذا اللي أنا أقوله ومو فقط أنا أقوله، كذلك قوة سياسية سنية وكردية تشاطر هذا الرأي. أنا اللي أتمناه، أنا اللي أتمناه في هذه المناسبة أنه الجميع يبدي بداية جديدة من منطلق أنه الوضع الآن فرصة للجميع وليس تهديد لأحد. يعني يجب أن نصل، وهذه دعوة للأخوة في الإقليم، إلى مرحلة القناعة وليس الاضطرار. بمعنى أن هناك أطراف كثيرة تقول هذا، وأنا أقول هذا الكلام بصراحة، أن المواقف الكردية الأخيرة الإيجابية سببها قانون المحكمة الاتحادية أو محكمة باريس. أنا أتمنى أن الأخوة في الإقليم يتجاوزون هذه المرحلة ويصلون إلى قناعة إشاراتها واضحة أن الحكومة الحالية والوضع السياسي الحالي هو فرصة للجميع وفرصة لإقليم كردستان نتعامل بشكل منطلق من قناعات جديدة نتجاوز بها المخاوف والإرهاصات السابقة. أي من الفريقين البارتي أم اليكتي أقرب إلى هذه الأمنية تراه في النقاشات؟
يعني هو أكثر التشدد أو أكثر التشكيك هو جاي يصدر من البارتي طبعاً، هذا ليس سراً، وكما تعلمون أنه البارتي الآن هو الذي هو الآن رأس السلطة في الإقليم وليس الاتحاد. يعني اليكتي قريب من هذه الطروحات. اليكتي قريب وكلامه قسم معلن وقسم في جلسات يذكروها بشكل صريح. نغادر البيت الكردي ونعود إلى البيت الشيعي. نحن نقترب من انتخابات مجالس المحافظات، كيف ترى الإطار التنسيقي؟ هل سيحافظ على وحدته أم سيفترق الأخوة كل على رسله؟ يعني تجربة أزمة وحدتكم تبقون؟ تجربة انتخابات 22 كانت تجربة قاسية. نعم. أنطت الدرس. النتيجة. أنطت الدرس، فالنتيجة حصلت، بمعنى أنه موضوع انتخابات مجالس المحافظات تم مناقشته في أحد الاجتماعات الأخيرة داخل الإطار التنسيقي، وصار القرار أنه المهم أن يكون هناك قرار واحد، سواء كان الإطار ينزل بقائمة واحدة أو قوائم متعددة، المهم أن يكون قرار متفق عليه. والقرار الأولي الآن اللي موجود أنه من المصلحة الانتخابية حسب قانون انتخابات سانت ليغو 1.7 أن لا ينزل الإطار بقائمة واحدة كمصلحة انتخابية فنية وبقرار متفق عليه وليس باختلاف. يعني مرة أنه القرار والمصلحة بقائمة واحدة وتتعدد القوائم، ومرة من البداية هو أن تكون هناك أكثر من قائمة. يعني فسوف يكون الإطار في الانتخابات القادمة قد يكون إلى 3 قوائم، ينزل بثلاث يعني قوائم. يعني هذا انشطار حبايب، مو انشطار، هذا اتفاق من أجل تحقيق مصلحة انتخابية للجميع. وليس انشطار، اتفاق. نتعمق شوية. تفضل. واحدة على رأس الشيخ قيس الحزعلي والأخرى سيد نور المالكي. ما أقول الآن شيء على رأس شيء، بس إجمالا يعني طبعا ما صار كلام هذا التفصيل، لكن دولة القانون لهم يعني لونهم وذائقتهم وجمهورهم وخصوصيتهم. الفتح إجمالا إلى لونه، السيد الحكيم و الدكتور عبادي يعني ممكن يكون بهذا العنوان طبعا، وانا ما يعني لم تلافة راح نرجع تلافة لو يعني تلافة الاطار راح يرجع لو يبقى اثنين. لا ممكن تلافة، ممكن تلافة على اكثر تلافة، على اكثر تلافة. طيب صقور الاطار، الشيخ قيس الحزعلي والسيد نور المالكي، كيف العلاقة بينهم الان؟ علاقة جيدة. جيدة؟ جيدة. على المدى البعيد جيدة؟ جيدة او اكثر من جيدة لربما، طبعا وليست فقط مع الأخ المالكي. العلاقة جيدة مع الجميع، ولكن رداً على من يثير أنه أكو خلافات، أبداً أبداً علاقة جيدة وتواصل موجود وتفاهم جداً عالي. طيب هناك بعض التصريحات مختلفة ما بين السيد رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون على سبيل المثال حول تغيير الحكومة والتعديل الحكومي، لأي الطرفين تميل أكثر؟ لرؤية السيد نور المالكي أم لرؤية السيد السوداني؟ أنا أعتقد هاي مسألة مو خلافية، يفترض أن لا تكون خلافية، لأنه منذ بداية تشكيل الحكومة في أول جلسة إطار بعد اختيار رئيس الوزراء ترشيح تكليف رئيس الوزراء وقبل تشكيل الحكومة صار اتفاق واضح عند الإطار أن رئيس الوزراء يقوم بتقييم عمل خلال 6 أشهر، خلال 3 أشهر للمدراء العامين وخلال 6 أشهر لوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات، وبالتالي أي شخص من هذه العناوين 3 خلال هذه المدة إذا تم تقييمه ليس فقط أنه فاسد، قد يكون فاشل أو غير كفو، فلرئيس الوزراء من عنده صلاحية بأن يطالب بتغييره وفق الاستحقاق الانتخابي. طيب شيخ، هذا التقييم له برنامج، له استمارة، فيها أسئلة، فريق يقيم، أم رؤية شخصية اجتهاد شخص من السيد رئيس الوزراء يقول هذا الوزير ما مقتنع به؟ هم هناك آليات؟ يعني الجمهور صراحة متعطش، يعني لأنه البارحة أول غربلة صارت، البارحة 57 مدير عام، والناس تقول استئصال للشجرة، وناس تقول لا تقليم تجذيب، فما نعرف إحنا. لا أنا معلوماتي لأنه هناك لجان عملت منذ اليوم الأول، لجنتين هون، لجنة لتقييم من هو بمنزلة مدير عام، ولجنة لتقييم من هو وزير أو برتبة وزير، والعمل مستمر وفق معايير
واضحة وليس قضية يعني اعتباطية أو قضية انتقائية. وهذا التقييمات تعرض على الكتل السياسية في الاجتماعات الدورية للإطار والائتلاف إدارة الدولة؟ صار اتفاق جيد جدا فيما يخص موضوع يعني إعادة بناء الدولة بشكل صحيح، وهو إبعاد الدرجات الوظيفية الخاصة اللي هي برتبة مدير عام فما هو أقل عن أي اتفاق سياسي. يعني لرئيس الوزراء الصلاحية المطلقة في تغيير من هو بمنصب مدير عام وقبول بديله ضمن آليات يعني نفس الحكومة أو نفس الوزارة، بمعنى أن المدير العام هو موظف بدرجة خاصة، فهناك شروط وظيفية لهذا المنصب على أساسه يتم تغيير وقبول. هسه التغيير ما عندنا نقاش به، حتى القبول يكون على هذا الأساس. طيب الوزراء شيخنا وين وصل للتعديل؟ وكم عدد الوزراء الذين سيشملهم التغيير؟ بصراحة ما عندي. ما عندك بها؟ يعني موضوع قال نشم بريحة نفط لو بعيد عن الموضوع. شلون؟ نشم بريحة نفط. والله ما أدري، بس أدري وزير التعليم ما مشمول في التغيير. لا لا وزيركم بعيد. شيخنا فيما يخص البيت السني كيف تراه الآن؟ يعني بالذات السيد الحلبوسي وما شاء مرة ياخذ إجازة قبل الموازنة ومرة يرجع، ولي شو تشوف هذا الحراك طبيعي؟ يعني الخلافات السنية السنية، خلافات الكردية الكردية، خلافات قديمة ومستمرة ومستمرة لن تنتهي الآن، لكن قد يكون تصاعدت الفترة الأخيرة نتيجة يعني بعض التفاصيل. يعني هي الخلافات، هذا الشيء الجيد، شيء الجيد أن شيء الخلافات السنية، لا مش شيء جيد، الخلافات شيء جيد في بيوتهم والبيت الشيعي لا، شلون يعني؟ لا ما تقصدي، خليني أكمل. هذا مثل قال لا إله إلا الله، قال المزاح. الشيء الجيد أن الخلافات السنية السنية أسبابها سنية وليس أسبابها تدخلات شيعية في هذه الخلافات. هاي نقطة مهمة، يعني في فترات معينة كان سبب خلافات السنية السنية هو قضايا العلاقة مثلا بالوضع الشيعي. الآن الخلافات السنية السنية أسباب سنية 100% وأطراف سنية 100%. والشيء الجيد الآخر، وأنا هذا يعني استشفيته عن قرب، يعني سألت الأخوة الأساسيين قادة الإطار، أنه لا نية لأحد بأن يكون طرف في هذه الخلافات، بمعنى أن الأخوة سنة اتفقوا اختلفوا، فحسب ما يتم الاختلاف عليه أنه من هو أرجح الطرفين عددا في اتخاذ قرار معين، فهذا هو قرار سنة. يعني احنا نعتمد لغة الأرقام الناتجة، بس ما نشتغل على بناء هذه الأرقام؟ لا، هذه الحمد لله أنا شفت بشكل واضح أنه هناك وعي وتقدم، أنه احنا ما ندخل طرف، قد ما يكون الوضع أهدى وعندنا بداية تشكيل حكومة فهو أفضل. تقول وعي وتقدم، تقدم تبقى من سيد المشهد السني؟ أنا قلت وعي وتقدم، هناك عزم وتقدم. تبقى من سيد المشهد السني بقراءتك المستقبلية؟ تبقى شنو؟ متسيد المشهد السني بقراءتك المستقبلية، أم هناك صراحة أنا حتى الآن أقول هناك جوكر سني خافت وهو رافع العيساوي مثلا، شو تشوف شيخ؟ والله أنا هذا الكلام اللي أقوله سمعته من أحد أهم الشخصيات السياسية السنية، وقد استغربت وبعدين شفت كلامه دقيق، أنه الساحة السياسية السنية هي رمال متحركة كلها متغيرة، صعب البناء. أخذ من رمان متحركة بعد أنت شو وين كنت توصل النتيجة؟ شيخنا موضوع نواب رئيس الجمهورية متى يحسن؟ لأنه جزء منه راح نرجع للبيت السني به. أجلتوه نهائي، رئيس الجمهورية ما يحتاج، مع العلم عمره كبير ويحتاج مشاورة. يعني يفترض أن يحسن، لكن ما أشوف أنه الآن يعني مقدمات أن يحسن هذا الموضوع قريبا، ما أشوف. كبيت شيعي مستقرين على شخص؟ لا ما مستقرين، وأحد أسباب أنا بتقديري قد يكون أحد أسباب حسم موضوع نواب الرئيس هو ليس فقط الوضع السني، كذلك في الوضع الشيعي شلاهما. يعني كم شيعي يتصارع على الموقع؟ والله إن شاء الله ما أقصر، إحنا حبايب حبايب. يطمح كم شخص يطمح؟ بس أرقام شيخ، اثنين ولا ثلاثة؟ هم اثنين كبار، أكو يوم شاب لو ماكو. احنا بعد ما دام الله سبحانه وتعالى موفقنا وما عندنا مشاكل فما بنشرف بس. والجماعه البيت السني رشحوا لكم اسم قبل؟ لا لحد الان لا،
انطرح اسم قبل فترة لكن هو ليس اتفاق سني، وبالتالي إذا الوضع الشيعي ما مستعد فمو كافي يطرح الوضع السني اسم أو اثنين ويتم التنافس بيناتهم. شيخنا فيما يخص المحافظات، لا سيما وأنه انتخابات المحلية اقتربت، كيف تنظر الآن إلى أداء كثير من المحافظين؟ إيجابي، سلبي، هؤلاء بعضهم مسيس، بعضهم ينتمي إلى كتل سياسية اليوم وزنها البرلماني قليل، أو هذه كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ راح يصير تغييرات للمحافظين أم يبقى الموضوع مؤجل لحين الانتخابات؟ العدد الأقل من المحافظين، العدد الأقل الناجح من المحافظين هو الواقع وليس العدد الأكثر. الناجح هو الأقل وليس الناجح هو الأقل، وهو هذا كان أحد الأسباب اللي جعلت الإطار حتى يعني ولو جزئياً يتجاوز اشتراط تغيير مفوضية تغيير كامل. القناعة اللي موجودة في الإطار أنه تغيير كل المفوضية، لكن هذا شفنا أنه هذا يأخذ وقت. طبعاً هذا يعني الإطار لم يرفع اليد عن تغيير كل المفوضية، لكن هذا يحتاج وقت، يحتاج وقت. وذلك صار اتفاق سياسي أدى بالنتيجة إلى أن يكون هناك على الأقل تغيير جزئي من أجل إعادة الثقة بالمفوضية يعني لكي تكون. هذا تصريح من الشيخ قيس الخزعلي أن هناك ليست عملية تغيير كلية للمفوضية وإنما عملية ترميم. هذا الذي حصل، والإطار لم يرفع اليد عن التغيير الكلي، أن هناك مساعي، لكن شفنا أنه من نربط الموضوع يعني أنه لا تجري الانتخابات إلا إذا حصل تغييرا كليا، خلنا نضمن التغيير الجزئي ونمشي بالانتخابات ونعمل على التغيير الكلي إذا حصل.